زي ما قلت يعني الكلام دوت، خليني انا ادي مثال ياكد لكم او يعني ايه يدعم وجهه نظري. يعني شوفوا اللي احنا اتكلمنا على مثلا على شبكه التواصل الاجتماعي وتاثيرها، وقلنا من 5 سنوات مصر في الامم المتحده ان لابد من وضع ضوابط للتعامل مع مواقع التي تدعو الى الارهاب، سواء كانت لطرح الافكار المتطرفه او لتجنيد الشباب البريء وتحويله الى قتله ومخربين. طب هل ده امر، انا بقول لينا كلنا، هل ده امر كان محتاج ان احنا نطرحه اكتر من مره؟ وحتى الان هذا الامر لم يؤخذ بعين الاعتبار ابدا، وما زالت الشبكه المتقدمه جدا جدا دي بتستخدم من بواسطة العناصر الإرهابية في العالم من أجل الترويج لهذا الفكر وتحويل حياة بعض الدول إلى خراب ودمار. أين القيم والمبادئ والقوانين التي تحكم هذا التقدم العلمي الكبير الذي حدث؟ يبقى في نقاش، يبقى في جدال، ممكن يعني أعتقد البعض أنه حرية التعبير، أو لكن صدقوني أنا كمسؤول هنا أقدر أفهم كويس قوي ده لصالح أجهزة وأجهزة مخابرات لاستخدامها لإزاء الدول التي تخرج عن الصف، لإزاء الدول التي تخرج عن الصف.